السلام عليكم طلبة الصف الثالث المتوسط، وتحية طيبة. موضوعنا اللي هو description of a place and things، وصف المكان. هنا كملنا الجزء الأول مالته واللي كان على الأداة there، واللي قلنا بعدها فعل مساعد يا إما مفرد إس يا إما جمع R. اليوم راح ناخذ الأداة الثانية لوصف المكان اللي هي it has. it has دائما أيضا يجي بعدها اسم مكان، لكن هنا شوية أسهل من الذير، باعتبار لأن الاسم سواء كان مفرد أو جمع ما يأثر على الأداة. الأداة تجي للمفرد وللجمع على حد سواء، يعني تجي لأسماء المفرد ولأسماء الجمع نفس الشيء بدون ما تأثر على الجملة. خلينا نأخذ مثال على ذلك. It has a shop. It has two shops. لاحظ عزيزي الطالب هنا أنا حالة المفرد الجملة، ولاحظ هنا أنا أس الجمع حالة الجمع. إذن وهنا أنا أيضا عندنا الرقم أيضا يدل على الجمع. إذن it has تجي تأخذ it has a shop. It has two shops. إذا it has تجينا في حالة المفرد وحالة الجمع على حد سواء، يعني ماكو فرق بين حالة المفرد وبين حالة الجمع. أيضا الأدوات اللي أخذناها بال there is خلينا نذكرهن، اللي هي مثل تذكروها طلاب، اللي هي some، واللي هي a lot of، وfew وmany، وfew وmany. ذن الأدوات اعتيادي جنوية هاي هم نفس الشيء. إذا تحب موجود رابط الجزء الأول أخلي لك إياه جوا الفيديو، إذا تحب تراجع الجزء الأول مال وصف المكان، لأن هسه هذا الجزء الثاني عندنا استخدام الإتهاز. إذا أيضا يجن ويا الأسماء الجمع أيضا ويا الإتهاز، ماكو أي فرق يعني عن الذير، سوى أنه المفرد والجمع نفس الشيء، يعني الإتهاز تأخذ اسم المكان المفرد أو اسم المكان الجمع، ماكو فرق. نأخذ مثال سريع. It has a school. It has schools. هنا الجمع وهنا المفرد، عرفنا المفرد من الأي وعرفنا الجمع من السل الجمع. المشكلة بالإت هاز حالة النفي مالتها النيجاتيف، وحالة السؤال مالتها شوية يبادلها بعض التركيز. It has في حالة النيجاتيف النفي، هذه تتحول الأداة بدل ما it has إلى it doesn't have، بدل ما it has it doesn't have. تعال خلينا نحول إلى حالة النفي الأمثلة الآتية. It has an information desk. يقول لي change into negative، حول إلى حالة النفي هاي الـ it has بدون ما انتبه هذا مفرد هذا جمع، لأن المفرد والجمع ما يأثر علي بالجملة. هذه قبل الـ it has حولها، الصير تتحول الصير it doesn't have، يعني كلها تتحول الكلمة it doesn't have، وكمل الجملة اسم المكان an information desk. Information desk. طبعا انا ناسي اناني. لاحظ عزيزي الطالب تحولت الـ it has الى it doesn't have، يعني كل هالاداة تتحول تصير غير اداة، ومعناها لا يوجد هنالك اي مكتب للمعلومات. تعال الجملة الثانية. It has three cafes. هنا أيضا حالة الجمع هنا من الأس وهنا من الثلاثة، بس ما يأثر علي أنا إذا حالة جمع أو حالة مفرد نفس الشيء. هاي الـ it has هاي كلها تتغير الصير it doesn't have. It doesn't have three cafes. عزيز الطالب من راح يجيب لك
بالامتحان من ما تجيك الجملة يكون انت حافظها، هاي تتحول، شوف حاطك اياها تباني باللون الاحمر، هاي المفروض تعرف كتابتها انت، يعني يكون انت حافظ اسم الاداة، يعني من تجيك it has كون انت تعرف النفي مالتها it doesn't have، كون تعرف كتابتها انت تكتبها، ما راح يعطيك اياها بالسؤال ولا بالتحويل، انت تحول الجملة من يمك كاملة، التحويل يصير عليك، يعني كون انت حافظ كتابتها وتعرف كتابتها بالطريقة الصحيحة. عدا ذلك سواء كان الاسم مفرد او جمع من السبعة جملة، كون بس كون تعرف تحول الى حالة النفي، وكون تعرف تحول الى حالة السؤال، لان الاداة تتغير بحالة النفي وبحالة السؤال، فلهذا كون انت من تتحول الى حالة النفي وتدخل الاداة الجديدة، كون تعرف انت كتابتها املائيا، يعني كون تعرف تكتبها بدون ما تغلط بها، it doesn't have في حالة النفي النيجاتيف. تعال إلى حالة السؤال. بالنسبة لحالة السؤال أيضا الـ it has تتغير، تتحول إلى أداة ثانية، تصير does it have. أيضا اسم المكان إذا مفرد أو جمع ما يأثر على الجملة، يعني أنا ما راح أهتم إذا كان الاسم مفرد مسبوق بأي أو أن، أو إذا كان بيس الجمع ومسبوق مثلا برقم أو أداة مال تحديد سام الوت اوف يو ماني، مال تحديد كميات، لا ما ياثر علي، بس كون اعرف احول الات هاز الى دزنت هاف في حاله النفي، بالسؤال راح تتحول تصير دز ات هاف، حاله الكويشن النقطه الثالثه اللي هي بيتحول الى حاله السؤال، احط الاداه بمكان ات هاز، دز ات هاف، دز ات هاف، مثل ما قلنا المفرد او الجمع ما يأثر على الجملة. تاخذ حول الامثلة الاتية الى حالة السؤال. النقطة الاولى it has a workshop، خاف واحد يقول شنو معنى workshop، workshop يعني ورشة. خلي اسأل انا بدي اعرف هل هنالك ورشة مال عمل او ما موجودة، شلون نسأل بالحالة، شلون نحول الى حالة السؤال. هاي it has طبعا ما يهمني اذا كانت workshop او workshops حالة الجمع، ما يهمني هنا انا مفرد من الاي عرفنا، بس ما يهمني، بس يكون اللي يهمني it has تتحول الى does it have، does it have، كمل هذا workshop علامة استفهام، لان احنا قاعد نسأل، ما ننسى هاي النقطة اللي هي حالة السؤال، هل هنالك ورشه؟ Does it have a workshop؟ النقطة الثانية it has a supermarket، أريد أسأل الآن هل هنالك أسواق تجارية أو لا؟ هاي it has، سواء كان supermarket أو supermarket سأل ما يأثر علي، المهم بس لأن المفرد والجمع قلنا على حد سواء نفس الشيء. it has تتحول تصير does it have، does it have a super ماركت، ايضا لا تنسى انا سالت بعد عن السؤال does it have a supermarket، هل هنالك اسواق تجاريه. النقطه الاخيره ايضا بسيطه، هنا عن حاله جمع مو اشكال، it has four big schools، اذا بدنا اسال تصير does it، يعني هاي اللي قاعد تتحول تبي، خاف واحد يقول شنو هاي، هذا اللي تبي does it have، اشيلها احذفها واحطها بمكانها، كمل الجمله four big schools، لا تنسى علامه الاستفهام انت هنا. كون ايضا تعرف كتابه عزيزي الطالب، يعني تكون تعرفها، it has تتحول الى does it have، ما راح يعطيك اياها، كون انت تعرف كتابتها املائيا الشكل تكتب does it have بدون ما تغلط بيها، ولا تنسى علامة السؤال، لأن أنت قاعد تسأل الآن في حالة السؤال، قبل شوي حالة النفي ما كان عندنا النفي قبل ينزل مباشرة، لكن هنا لا تنسى علامة استفهام، يعني نهايتها مو تخلي نقطة، لازم تخلي علامة استفهام، لأن أنت حالة السؤال، ومثل ما قلنا كون تعرف كتابتها مثل ما هي.